بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن الريجة. الريجة يتم تثبيت مسامير في الريجة لشد خيط المحاور. يجب أن يكون المسمار مسمار ثابت والخيط يكون حر مشدود، ويجب كتابة أرقام وحروف الريجة وتكون أرقام وحروف واضحة. يتم كتابة أرقام وحروف الريجة بتاعة المحاور أسفل مسمار المحور للتأكد من صحة توقيع القواعد والأعمدة. يعني لما أكون موجود في قطعة أرض فيها مثلا 100 قاعدة، أنا مش عارف القاعدة اللي أنا واقف فيها دي اتجاهها إيه ولا رقمها كام. عشان أعرف هي رقمها كام، القاعدة دي موجودة بين محورين، محور أفقي ومحور رأسي. المحور الأفقي ده ليه مثلا اسم بالحروف، والمحور الرأسي ليه اسم بالأرقام. فالقاعدة دي بتتقاطع مع محور الموجود عند حرف ما مع المحور الآخر المتعمد عليه اللي موجود برقم آخر. فعلشان أعرف رقم القاعدة دي محتاج إن أنا أكتب المحاور والحروف على الريجة بحيث إنها تكون واضحة وأنا موجود في الموقع، ما أتعبش كتير وما أتجنب الأخطاء اللي وارد حدوثها في الموقع، خاصة مع الشمس ومع المجهود الكبير. فممكن نغلط جدا، وارد جدا نغلط في اتجاه قاعدة ونغلط في توقيع في مكان قاعدة. فلتفادي الخطأ يجب كتابة أرقام وحروف المحاور لمعرفة أماكن القواعد، ويفضل كمان إن أنا أكتب اسم القاعدة جوه القاعدة وأنا قاعد جواها علشان أعرف أراجعها مباشرة. ويبقى انهينا النقطة دي، وبشكر حضراتكم وأسألكم دعاء لي ولأبي ولأمي، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.